صباح الفل. عارفين انتوا يا اهل مصر الكرام، الحاضر يعلم الغايب. اليوم افتتاح المتحف المصري الكبير، نخش نتفرج على القاعات اللي بتتفتح النهارده ونحكي. بص بقى، عايز اقول لك حاجه مهمه جدا. شايفين هنا المعتقدات الملكيه المجتمع، يعني انت عايز تتفرج على المجتمع النهارده هتقوم واخد القاعات دي، عايز تتفرج على الملكية هتقوم واخد القاعة دي، عايز تتفرج على المعتقدات تاخد القاعة دي، عايز تمشي بالترتيب الزمني هتخش من هنا وتخش كده وتاخد القاعات بقى بالمعتقدات بالملكية بالمجتمع. يعني حتى التقسيمة مدياك الفرصة انك يا تاخدها افقي يا اما تاخدها حسب الترتيب الزمني بتاعها. هي دي اللي بنقول عليها، الحاجات الصغيرة اللي بتخلي الاكسبيرينس بتاعتك، التجربة بتاعت الزيارة، تجربة ممتعة. بصوا حضراتكم بقى، بصوا الديسبلاي عامل ازاي، الفيترينات، الإضاءة، المنظر العام، حاجة تليق انها تكون متحف لمصر، متحف لحضارة مصر. بصوا الديسبلاي، الحاجات الصغيرة بقى، بصوا البي لايتس، الإضاءة يا جماعة، الإضاءة المباشرة والإضاءة الغير مباشرة، والبي لايتس عاملة ازاي، بتدي بعد تاني خالص للتجربة بتاعتك في المتحف. بصوا بقى، هو ده الديسبلاي، شايفين ده الديسبلاي، وبصوا الحاجات محطوطة ازاي جنب بعض وبتناسق وبطريقة جمالية. بصوا على السقف حاجات ايه، ومعلومات وحاجات مضيئة بتكمل المشهد بتاع المتحف. حتشبسوت كانت محطوطة ازاي قبل كده ودلوقتي محطوطة ازاي، وراها فاضي ومساحة وفي عمق في الخلفية، بتشوف تماثيل. وبصوا فوق الحتة اللي نازلة منها النور دي عليها أهرامات صغيرة، ده اللي هو اللوجو بتاع المتحف. لوحة تحط حورس تحت البوابة، لوحة بجد، لوحة يعني، برافو. وبصوا هنا، بصوا أرسينوي، بصوا اهي، وفوق مرسومة عظمة. بصوا بقى الحاجات دي معمولة اول امبارح، اصل مش ممكن تبقى ده من اول امبارح، بالالوان وبالجمال وبدقة التصنيع. هنا بقى لازم نقول ولنا هنا وقفة. شايفين البوابة دي وراها ايه؟ مفيش حاجة وراها، في بوابة تانية مصنوعة، وعلى اليمين عندك فيترينات، وفي الخلفية عندك تماثيل. ترجع خطوتين لورا كده وتبص على البوابة تلاقي كله مفتوح قدامك، كله مفتوح، يعني بتديك راحة وبيديك بعد للنظر بتاعك مش طبيعي. بصوا الحاجات اللي على السقف دي، بصوا المربعات دي مكتوب عليها كام سنة قبل الميلاد، والرسومات اللي فوق دي رسومات وحاجة اكنهم سمعوا اني بتكلم عنها نوروها. بصوا الجمال، بصوا بان ازاي بقى كام سنة قبل الميلاد، وبعد كده تروح تلاقي جوه الاهرام الصغيرة اللوجو بتاع المتحف، وتحتيها التماثيل معروضة، التفاصيل. بصوا بقى، ده تمثال جريكو رومان، اوكي، تمثال ده الخلفية بتاعته لون ايه؟ ازرق. ليه؟ عشان احنا بالنسبة لنا الجريكو اليوناني ازرق، ف حاطين الخلفية بتاعته زرقاء. وبص بقى عندك هو ايه، لافف حواليه ماسك تمساح. طيب تمساح تروح وراه تلاقي ايه؟ تلاقي تمساح متحنط. الحاجات الصغيرة دي برضو تفرق كتير قوي، نحط الحاجة اللي بتكمل بعض. العواميد محطوطة ازاي، وجنبيها الحاجات محطوطة على حاجات عالية عشان تبان، التماثيل، العرض يا جماعة، العرض. خلصنا طور، وانا ما اتكلمتش على ولا حاجة من الحاجات اللي هي اللي موجودة، الاثار دي كلها انا ما اتكلمتش عنها. ليه؟ عشان ممكن اقعد كل يوم اجي اتكلم على الاربع حاجات، وهقعد 3-4 سنين كل يوم اجي. بس انا حبيت اتكلم النهاردة على حاجة مهمة جدا، على الديسبلاي، على طريقة العرض، على ازاي بحط الحاجة، على الاضاءة الدايركت والاندايركت، على
ازاي بسيب مساحة لعيني انها تبقى مستريحة وهي بتشوف الحاجة؟ ازاي بتسيب مساحة لخيالي ان انا اتخيل، ما تبقاش الحاجة محطوطة في ظهرها سقف حيطة اسف، وانا لا، سايب لي مساحة ان انا اتخيل، ان انا اشوف. ازاي حاجات ورا حاجات الاتنين بيكملوا بعض؟ ازاي في باب ورا الباب في باب تاني بيدخلني على حتة تانية؟ حاجات صغيرة جدا 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 بس بتخلي المتحف ده يليق بجد، يليق باسم مصر. واعتقد انه من النهاردة من افتتاح المتحف الكبير، كل المتاحف اللي هتتعمل في مصر هتبقى مختلفة. انسوا بقى السيستم القديم بتاع المتاحف القديمة بفترينات قديمة، بحاجات لزقة في السقف او لزقة في الحيط، انسوا كلامها. النهاردة يوم جديد في تاريخ العرض المتحفي المصري.